الله على بركة الله نبداو أول مكالمة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. كي دايرة؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش مبروكة؟ مبروك المنتخب. الله يبارك فيك علينا عليك ان شاء الله. بارك الله فيك. تفضل، شكون معايا يا أستاذة؟ معك فاطمة الزهراء من بلجعد. فاطمة الزهراء. طفيحتي ديك اللايف؟ في ديك اللايف؟ فاطمة الزهراء بالجعد، ياك؟ شنو الاسم ديالو؟ فين ساكن؟ عزيز من بلجعد. نعم؟ عزيز من بلجعد. عزيز من بالجعد. شحال انتم على علاقة فاطمة؟ شي 7 سنين دابا. 7 سنين. 4 4. 4 سنين. تلاقيتو الحب الويفي شنو؟ خطوبة بحال هكا. مخطوبين؟ دايرين خطوبة رسمية؟ الخاتم جاو العائلة كل شيء؟ جات العائلة مازال ما كملناش. واحكي لنا، احكي لنا باش نعرفوا شنو كاين، باش نعرفوا علاش ندخلوا. المهم علاقة رسمية بالعائلة هي مازال ما مازال ما كاينش العقد. الو، وي مازال ما كاينش العقد. ايوه هاك. وكي درتو الخاتم؟ اه درتو ديك الخاتم ديال الخطوبه وكذا؟ لا مازال. مازال. اوكي، كاين اللي كيدير هاد القضيه هادي، كيدير الخاتم، كل واحد الطقوس ديالو. واخا لاله، عطينا. وشنو، واش عندك شي شكوك فيها فاطمه؟ لا غير نتأكد. صافي ما كاش شي. ياك، اخر مره تلاقيتي معاه؟ شي يومين دابا. يومين. تواصلتي معاه اليوم؟ اعطينا الرقم ديالو. زيرو قيل. الو، يلا اعطينا الرقم ديالو. زيد زيد زيد. 34. هاكاك. هاد النمرة خدامة مأكدة؟ كتصونيش هادي. عاودي اختي النمرة، ما كتصونيش هادي. يلا. الو، عاودي النمرة. زيد 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 زيد. اوكي، النمرة صحيحة ولكن مكيصونيش، مشاش. والو اختي، ما كتصونيش هاد النمرة، ما كتصونيش هاد النمرة هادي. انا اللي غلطت، انا اللي غلطت. 43 ماشي 34. اوكي، انا قلت لك راه شي حاجة ماشي هي هاديك. عاود لي النمرة. يلا، 07. زيد زيد. هاكاك، زيد. انتي غلطة وقلت دير لنا. زير معانا، زير معانا. الو، السلام عليكم سي عزيز. واش مبروك ورمضان كريم. بالصحة والسلامة سيدي، كلشي بخير الحمد لله والشكر لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. مبروك المنتخب سيدي، مبروك المنتخب. الله يبارك فيك. مرحبا سي عزيز. السي عزيز من بجاد، معك سعيد من بلاطو الخاتم بين يديك، راك معنا على المباشر السي عزيز، مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا.
الله يكبر بك السي عزيز، شكرا لحفاوة الاستقبال. سي عزيز، البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، كنديروا مفاجآت للناس كل ليلة، ومعانا شخص المفاجأة هذه الليلة هو اللي عطانا الرقم ديالك باش نتصلوا بك ونفاجئوك على المباشر. وجد السي عزيز، مرحبا. مرحبا أستاذ الصوت ديال عزيز وهذا نعم ماشي معك، معانا إنسانة أو آنسة معانا في البلاطو ديالنا، حاضرة معانا بغات تفاجئك بطريقتها الخاصة. السي عزيز واجد، مرحبا. قولي سي عزيز، قبل ما ندوز لك الآنسة اللي راها معانا، شكون جا في بالك أو شكون توقعتي تكون هذه الآنسة هذه؟ الآنسة غادي تكون خطيبة. شكون السي عزيز هذه الآنسة هذه؟ غادي تكون خطيبة ديالي. أه أنت خاطب؟ أيه. ما قالتلنا شي صراحة هكا، ما قالتلنا راه مخطوبين ولا والو، قالت بيناتكم علاقة، هادشي اللي قالت، كتهضروا مع بعضياتكم. ما كنسمعوكش مزيان السي عزيز. وي استاذ. اه شنو قلتي؟ قلت لك انا السيده اللي كنهضر معها وكنعرفها انها مخطوبه ليا. ما قالتلناش صراحه مخطوبين، قالت بينكم اي تواصل، كتواصلوا في التليفون. شنو اللي قالت لنا؟ واخا سي عزيز قلنا شكون توقعتي تكون هاد الانسه هادي؟ ايوا دابا انا قلت لك الاشاره والحرف كيبدا باف. اف ها في ساكنة هاد اف بجد بجد. تفضل يا استاذ تفضل. الو استاذة. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، بخير الحمد لله. شي مزيان الحمد لله، شكرا الله يبارك فيك. انت انا عرفتي شكون معاك. لا اي شوفك. ما عرفتي شكون اللي معاك السي عزيز؟ الصوت عرفته. يلا شكون؟ فاطمة الزهراء. يلا تفضل، شي كلمة شي كلمة فاطمة الزهراء وندوزو المكالمة الموالية. يلا فاطمة، فاطمة الزهراء مشات هادي، فاطمة الزهراء غبرات. شي كلمة لفاطمة الزهراء سي عزيز. هادي بمثابة زوجة وخطيبة وأخت وصديقة وكل ما تحمله الكلمة بالمعنى. الله يخليكم بعضياتكم السي عزيز، والله يوفقكم ويجمع بينكم في خير ان شاء الله. شكرا جزيلا. تحياتي لك السي عزيز ومرحبا بك معنا الصفحه ديالنا. فاطمه الزهراء تعطيك اسم الصفحه ومرحبا بك. اوكي شكرا مرحبا. تحياتي مرحبا، الله يوفقك. شكرا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كي داير سيدي؟ بخير هاني، كلشي مزيان الحمد لله. تفضل، شكون معايا؟ معك عبدو من زاكورة. عبدو من زاكورة، مرحبا سي عبدو. شنو الاسم ديالو وفين ساكنة؟ سميتها سكينة من سلا. سكينة من سلا، شحال نتوما على علاقة سي عبدو؟ أقول واحد 3 سنين هادي. 3 سنين هادي، آخر مرة تشوفتي معاه سي عبدو؟ ألو؟ طبعا للاسف الخوت، عطونا شويه القليبات والبارطاج. نور الدين الزهماني، سير وتصلي. او سير عاد تصلي، عاد انت اش كدير انت هنايا؟ سير تصلي بعدا، انت سير بدا من راسك عاد اجي عندنا، فهمتي؟ سير صلي انت بعدا، وانت اش كدير هنا؟ يا المؤمنين اللهم قوي ايمانك. عطونا شويه القليبات الخوت، عطونا القلوبه 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 القلوبه، وعطونا البارطاج. عطونا الخوت الناس اللي ديال اليوتيوب، عطونا القلوبه والبارطاج الله يعطيكم الخير، كذلك الناس ديال الفيسبوك. تعلمنا انت في الصلاه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير؟ بخير لاباس عليك؟ كي داير؟ مع الصحيحه بخير الحمد لله بارك الله فيك. تفضل، شكون معايا؟ معك اخويا منصف من فاس. منصف من فاس وكل شيء في فاس. الله يحفظك اخويا. مرحبا، شنو الاسم ديال السي منصف؟
اخويا واحد الخطيبه مازال ما خطبتها، بغات نسنيها وصافا اخويا فلاح. واخا شنو الاسم ديالها؟ سميتها جميله. جميله حتى هي من فاس؟ من طنجه. لا من طنجه. من طنجه. شحال نتوما العلاقه منصف؟ يلا هادي شي شهر ونص ولا شهرين اخويا فلاح. شهر ونص، واش خطبها جاو العائله الدار ولا؟ لا مازال ما جاوش اخويا، عاد ان شاء الله باغي نجيبو ان شاء الله مول العيد الصغير ولا مول العيد الكبير. يعني العائله هاضرين مع ما بعضاتكم؟ لا مازال اخويا مازال، إيه انا وياها وهضرين مع خوتها مازال تما وبا مازال ما تعرفش الخبر. واخا اخر مره تواصلتي معاها؟ يلا اخويا تهدرت انا وياها اخويا. واخر مره تلاقيتي معاها؟ هادي شي قبل رمضان بشي سيمانه هكا. واخا عطينا الرقم ديالها زيرو قي زيد 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 زيد. يلا سير على الله على بركة الله. يلا هلا هلا جميلة. اللهم اجعل شهر رمضان علينا شهر رحمة ومغفرة وتوبة وقبول، اللهم اجعله شهر إيمان وصدق وإخلاص وصفاء نفوس. الو السلام عليكم اختي جميله. وعليكم السلام. كي دايره اختي جميله لاباس عليك؟ الحمد لله. رمضان كريم وعواشر مباركه. الصحه والسلامه. سمحنا الا فيقناك من النعاسه جميله. ماشي مشكل. ماشي مشكل. اختي جميله من طنجه، معك سعيد من بلاطو الخاتم بينيديك، راك معنا على المباشر جميله. مرحبا بك. مرحبا بك يا جميله. شكرا جميلة، شكرا لحفاوات الاستقبال. اختي جميلة برنامج ديالنا كما هو معروف كما هو متداول برنامج المفاجآت الليلية، معنا شخص وراه حاضر معنا في بلاطو هو اللي بغى يفاجئك على المباشر بطريقته الخاصة. اوكي واجدة؟ مرحبا. قرب استاذ كضحك الصوت ديال جميلة هو هذا يا كسيدي. مرحبا الله يخليكم بعضياتكم. قولي اختي جميله قبل ما ندوز لك الشخص اللي راه معنا، شكون جا في بالك يكون هذا الشخص المفاجاه ديال هذه الليله؟ وي جميله الو. وي اختي جميله تريقلوش على الناس ولا ما كان تريقلوش على الناس؟ وراك معنا على المباشر اختي جميله، دير اسم الصفحه ديالنا او اسم المنصه ديالنا. مرحبا بك معنا شخص المفاجاه عزيز عليك بزاف، هو اللي عطانا رقمك وعطانا اسمك وعطانا فين ساكنه وراه حاضر معنا وكيضحك حتى هو باش يفاجئ. هو راه كان حاضر يابا. اوكي اختي جميله، هي راها مفاجاه، هو كون كان باغي يهضر معاك راه يدوز معاك الواتساب ولا التليفون يهضر. هو شاف البرنامج ديالنا، ربما عجبو البرنامج، قال علاش ما نفاجئش حتى انا الحبيبه ديالي بطريقتي الخاصه. سبحان الله. واذا كان هو صافي خليه مفاجئ. لا يمكن لك تهضر مع السيد، اذا ما كتهضرش الا ما يمكن له هو يهضر. لا هو راه حضر، هو راه عاودنا عليك عاودنا على العلاقه اللي كتجمعك بها اختي جميله. انا مقدر، شوف انا مقدر الوضعيه اللي راك انت فيها، ولكن كنت بلاصتك غادي نقول شكون، لان عندي شخص واحد في حياتي. هذا ما هو لا برنامج لا والو، هذه ها شي خطه عندنا. واخا واخا غنمشي عند ديوك على قد عقلك. اوكي عندك الانترنت تما، دخلها حنا وغادي نشيرو لك. اوكي شنو اسم البرنامج ديالكم؟ دير سعيد خربوش، ما فيهاش لي سباس. ومرحبا بك معنا. كلشي الخوت، كلشي يرحب لي بجميله، كلشي يرحب لي بلاله جميله، كلشي يقول مرحبا جميلة، كلشي 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 في التعاليق يقول مرحبا جميلة. يا الله يا الله يا الله، كلشي يقول مرحبا جميلة. أصلا ما يقول حتى واحد، وهذا ماشي برنامج، وهذه خطة عند الناس. لا ماشي جميلة، أكثر من هذا الدليل هذا، قلنا لك دخول دير اسم الصفحة، دير سعيد خربوش على الفيسبوك وحنا غنشيرو لك، حنا على المباشر دابا. ان شاء الله قطعونا نشوف. لا لا خليك خليك خليك، علاش خليك معنا،
خليك معنا ودخل ودخل الانترنت. الانترنت راه كتدخل وانت معنا ماشي مشكل. اصلا الشخص اللي معنا ماشي براني عليك. اه كرشافها العجينه كرشافها العجينه. شكرا اخي سعد. بقى معنا بلاتي. بقى معنا بقى معنا. لحظتك اخي الساعه. اللهم اجعل شهر رمضان علينا شهر رحمة ومغفرة وتوبة وقبول. اللهم اجعله شهر إيمان وصدق وإخلاص وصفاء نفوس. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم. ألو ميختي جميلة ما قطعتي علينا. ألا خد تقطع. هاك تسحبي انت اللي قطعتي لان ما بقى حد كيقطع لحد دابا. يا اختي جميله باش ندوزو المكالمه المواليه. قلنا شكون في نظرك توقعتي هاد الشخص المفاجاه؟ خلي هو يهضر باش انا نكون نعرف شنو المفاجاه. جميله جميله. حاول حاول الحمد لله راه حنا. اسمع 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 جميله جميله. كلشي بقى معروف بحال هكا. دابا مزيان دابا مي عارفه كلشي تفرش وكلشي معروف. مزيان برافو عليك. يعني مين هو كلشي مفروش كلشي معروف؟ شكون في نظرك توقعتي يكون؟ يلا امور ولات باينه دابا. ما توقعتش معاه. اه جميله ما عندها حتى شي شخص في حياتها نعتبره هكا. وزيدون انا ما عرفتش من برنامج هذا باش نتاكد ونعرف واش صحيح ولا ماشي صحيح. حنا كنقولوا لك دير الاسم ديال الصفحه ودخل عندنا وغادي يشيروا لك. واش هي اسم الصفحه؟ دير سعيد خربوش بالفرنسيه ما فيهاش لي سباس. سعيد خربوش بالفرنسيه ما فيهاش لي سباس. صراحه الشخص اللي معنا حكى لنا عليك بزاف اختي جميله. حكى لنا على العلاقه اللي كتجمعك به. حكى لنا على الحب اللي ما عمره غادي تنسى بيناتكم صراحه الله. ما قلناش هكا قلنا افوا تقولوا له هذه المعلومات هذه غتقول لكم فلان. واذا به كنظل خيبتي الظن ديالو على ما اظن والله اعلم. انا ما خيبت الظن حتى شي واحد. زيدون هادي عاد تفليا وصافي. والله اختي ما تفليا الا راك معنا على المباشر والمتابعين معنا والناس كيشاهدوا والشخص راه حاضر معنا. اوكي بقى معنا بقى معنا نسمعوك على صوتو باش لان هذا قانون البرنامج. قانون البرنامج هو هذا. كيطلع معنا شخص قبل ما ندوزو له الطرف الثاني ديالو خصو يعرفوا شكون. الو استاذ. الو استاذ كاملين ما عنديش معاهم فهمتي. بقى معنا اختي. حنا ماشي حنا ماشي كنضحكوا عليك دابا ولا كنتفلاو عليك باش كتقول لي لا باش كنقول لي ما عندناش معاه. شنو ما عندك ما عندكش معاه هو؟ ما عنديش معاه شي تفليه. الا كان هو ما حاضر يهضر. هو راه حاضر ولكن قلنا شكون توقعتي. عندك شخص واحد في حياتك؟ اسمع اسمع كاين سؤال واحد اللي غادي نطرحه عليك وغنمشي بحالي. جميله عندك شخص واحد في حياتك؟ ماشي انا باغي نتاكد. راه هو باغي يتاكد من الاخر. عندك شخص واحد في حياتك؟ سمع سمع يدخل عندي الواتساب. سمع عندك شخص واحد في حياتك؟ راه هو هذا اللي معانا. ما بغيتيش تقول اذا كاين كثر من الاخر. راك قلتي راك قلتيها قبيل كلشي ولا مفروش. عندك شخص واحد في حياتك؟ سمع راه هو اللي حاضر معانا هو اللي مكبر بيك وطلع على المباشر وقلنا الاسم ديالك وقلنا العلاقه اللي كتجمعك به وبغى يكبر بيك وفرحان. واذا به خويتي خويتي له الماء في الرمله. يلا شكون يا جميله؟ هو هذاك صراحه هو هذاك. قلنا انفوا تقولوا لها شنو 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 تقول لكم فلان. يلا جميله ولكن تما حدا خليه هو اللي يهدى. يلا هو راه دار وسال. واخا بقى معنا نسمعوك على الصوت ديالو. بقى معنا استاذ. خويا تاعك هضر وبدل الصوت ديالك شويه. اوكي ما نهضرش انا يا خويا تقول. لا لا شوف شوف قول شي حاجه قول عيشي حاجه وبدل الصوت ديالك دابا هي خصك تاكد شكون واش كاين شي شخص ولا ما كاينش. اوكي بدل الصوت ديالك حيد الهضره الفاسيه. يلا الو الو تفضل يا جميل. لا بس الحمد لله شكون معاك؟ الو الو شكون هذيك جميلة؟ وي ما عرفتينيش. يلا شكون جميلة أكثر من هذا الشيء هذا ما كاينش.
والله اختي ما كانت فلاو راه الا كان شي حد كيتفلى راه هي انت من الاخر قطعات عاود القران القران دعاء اللهم اجعل الشهر في مالك معنا عبد الرحمن ما تقول كاع اللهم انا نسالك باسمك العظيم الله الا فكرت العجينه بالله شكرا اخي هذا انا راه شو الله يرينا هذا انا وياه وفهمتيهم ان شاء الله كنت نجيب مريم دارك الله يرحمها ويرحمها 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 هذه خصها تحصل هذه اخوت هذه خصها تحصل احصل اخويا سي عبد دير مجهودك راه خصك تعطينا كلينكات وبارطاج الناس ديال اليوتيوب الناس ديال الفيسبوك ديال البارطاج ديال الكلينكات شهر رحمة ومغفرة وتوبة وقبول اللهم اجعله شهر إيمان وصدق وإخلاص وصفاء نفوس اللهم إنا نسألك باسمك العظيم ما تبغيش تجاوب انا عارف يلا خويا شوف هيا معاك ودبر راسك دابا لا بانت المعنى لا فائده في التكرار السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام سعيد يلا صاحبي قطع عليا الصوت كن معايا عبدو من زاكورا عبدو من زاكورا شكون سكينة ياك؟ أي قلتي 3 سنين ياك؟ نعم 3 سنين وانت معاها؟ أي ومخطوبين باقين شنو؟ نعم مخطوبين ولا باقين؟ لا باقين وريتهم ناويين إن شاء الله تعالى إن شاء الله أعطينا النمرة 0 قيد 0 متأكد من النمرة اخويا ما كتصونيش هادي ما فهمتش ما كدوش في لابي عندك شي نمرة اخرى حداش زيد اعتذروا ارجعكم للدكتور ما مشغلش دابا وهذا عيب فوكال هادي نعاودو الاولى نشوفو نعاود والو تال النمرة الاولى ما كدوش اخويا تا النمرة الأولى مكدوش 07 وشحال هذا النوامر هادي وشاك فيها مخرويضة 0693 زيد تحياتي لك السي عبدو تنمرة ما خدامة بقى نمرة واحدة اخرى عاود ايوا السيدة دايره ربعة النوامر هاي الكونفيرماسيون ديال واخا زيرو قيد زيد 07 09 39
هي 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 مصيبة هذه. واش هي كل مرة كتصل بك بالمرأة؟ وي يا صاحبي. ودابا مع العلم هاد النوامر كلهم ما خدامينش، حتى المرأة ما خدامة، وقيلا كتخدمو معاها في النهار هادي. والو انت هادي ما خدامينش. لا حول ولا قوة إلا بالله، هادي راه باين بلان ديالها، هاداك الشيء علاش عينيني تباغي تشوفها. والو حتى المرأة ما خدامة أخويا. يلاه شكرا لك أود السي سعيد. تحياتي لك الغزال، يلاه. شكرا. مرحبا. الخوت عطيونا شوية البارطاج شوية القليبات، الرودي ماري معاه التليفون شوية تغلوكا، الناس ديال اليوتيوب عطيونا شوية القليبات شوية البارطاج، قليبات 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 والبارطاج، كذلك الناس ديال الفيسبوك شوية القليبات والبارطاج. أربعة النوامر ماشي خلاطة بزاف، أربعة النوامر هو أصلا شك فيها، شك فيها هو أصلا شك فيها. جاوبني صح، أش غادي نجاوبك أخويا؟ دابا كتهضر معايا جاوبني بحال لي زعما راني عارف نمردك. الله يهديك. النوامر بزاف والضغط السي عبد الله، ان شاء الله ان شاء الله كنتمنى تدوز معانا واللي جاوبني بحال عارف نمرتك انا زعما. السي عبد الله، السي عبد الله، السي عبد الله. الخوت عطينا شويه تفاعل، شويه تفاعل، قليبات قليبات، الله يعطيكم الخير. الو السلام عليكم. الو 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 السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس راسك؟ لاباس. كي داير؟ لاباس لاباس عليك الحمد لله. تفضل شكون معايا؟ كنت بغيت. شكون معايا؟ الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. ما كنسمعكش مزيان، عطينا شويه الصوت. الو الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. دا برنامج تاع خربوش. ايه هو هذا، عطينا شويه الصوت، الصوت ما كاينش. شارك معكم في البرنامج. مرحبا بك، عطينا على الصوت، شوف عطينا على الصوت ما كنسمعوكش مزيان. كنهضر غير ما كنسمعوكش اختي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، كي داير لاباس؟ عليك السلام بخير. الله يحفظك، تفضل شكون معايا؟ معك مروان. نعم؟ معك مروان. مرحبا بك مروان، فين ساكن؟ قنيطرة. قنيطرة، شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ هادي ساكنة في القصر، القصر كبير. وليني خلقوا لك واحد الحاجة هاديك الساعة ونديك النمرة ديالها. واخا، شنو الاسم ديالها؟ سميتها فاطمة. فاطمة في القصر الكبير، شحال نتوما على علاقة؟ انا نقول لك شنو كاين دابا. انا دابا انا حيت انا كنعيش خارج المغرب، فهمتي؟ ايه رمضان هذا كندوزه مع الوالدة. ايه وانا مزوج، مزوج ومطلق. مزوج ومطلق، زيد. وي عندي واحد القصة انايا. واحكي لنا القصة يستافدوا منها الناس. المهم انا كنت خد واحد السيده من الرباط. اها. المهم كنت شغل مع راسي، المهم لاقيت داك الشيء، وليت معايا واحد جوج وليدات. اها. فهمتيني؟ اها. ويا كاينه غير في كنقرا فيها غير مصلحة، غير زواج مصلحة ماشي. يعني تزوجت بك. تزوجت بك غير زواج مصلحة. واه واه طبعا. هذيك هذه اللي من الرباط. اه ايوا ايوا شنو وقع؟
هي ديك اخويا المهم ولدت معايا ولد وبنت. المهم دابا الدري عنده دابا واحد سنين. المهم الطايله ماشي، انا عاود القصه كيفاش شاد ماشي الطايله. دابا هي كانت مقابل، دابا هي كتبقى ليها في المغرب هنا، وكنت كنصب لها الوراق، ولكن كنت ما خرجوا ليها الوراق، وكنت نقول لها انا راه مازالي خصني، بحال تبدلت عليا شويه. هما خرجوا ليك نقول لها مازال هما راه خارجين. يعني الوليدات خارجين وانت كتعطلها بالعاني كتشوف كاين. ايه حتى دابا كاينه هذا هي ويما، ويما كانت راه فهمتي كتكت زي ترد تحير معاها هكا، هي فهمتي ترد لي الهضره هكا ما اوكي عليناش. اها هي قالت لي الوالده راه شنو كاين، ولكن انا بعقلي يعني ماشي شي واحد. انا حاليا كنخدم مهندس في السويد. مهندس في السويد، الله يوفقك، زيد. امين اخاي، هي هذيك ما ليناش، حدا ما هي ما هو يمطش واش المصلحه، هي هذيك ما ليناش اخاي. يما كتقول لي الهضره، ولكن انا قلت له ربما يما تكون عرفت اكد ظلمها، فهمت؟ ايه الوالده قلت لها شنو دير، قلت لها تخلي الواتساب، تخلي المكالمات ديال زميلي بغيت تهضر معاه، شوف شنو كتقول لك. ايه كنت كنت تهضر معاه يما وتقول لها يعني تسمى تخدع وهادي ولا هادي، كنت كتقول لها انت ما كاين هاد السويده كبيره شويه عندها شي 67 هكاك. هي عرفت، ما عليناش، الام كتبقى ام كيما بغا يكون السن ديالها. زيد اماني ماشي خا، هي هاديك. دابا انا يوم اللي ولدت الولد، ملي ولدت الطفل هذا الاول كبير، اها دوزت معاها تقريبا، اها هذاك عام الصوص سمعت ليا فيه، ما كانت تقول لي تقول لي انت كتقول لي انت يا راه كتقول لي انت ما اذا انت تقول لي هذا الورق علاش ما خرجوش، وكون سول وهذه وكون سول الناس وكذا، كتقول لي انت يا ما يمكنش. قلت انا صبري راه مازال، لكن مازال كاين شويه تعثر وهذا. المهم هذا الشيء فيها كورونا، جات كورونا وليت تسبب لها يعني تسبب لها كثر ما كايناش اظهارات وكذا وهذا، ديال القصوريه راه ساده وهذه هي ما ليناش. مالينا شخاي سمحت لي في الولد، سمحت لي في مع يما، يما اللي خصك تقابلو ليا وهادي وهادي وهادي. وهيدا شوية كبيرة، دخلت واحد المربية وهادي، وكانت المربية خاي سعيد كتكرت يما كتهلاش فيهم يعني ما كتهلاش في الطفل. هي كنت درت راه عايش شوية، وقلت أنا غنرجعها فهمتيني، كنت غنرجعها مربى درت عقلها. المهم انا بغيت نشوف هذاك قولي هذا جلس معايا، جيت كسكت على ماري جلس معايا الصور وكاك، وقلت انا طلعت قالت لي انا حامله. هذه المره الاولى هذه هي النيت، انا خيت انا نعاود القصه هذه المره، هذه النيت هذه اللي ولدت معايا جوج، واحد بنت ماتت والولد بقى عايش. هكاك زيد، هي هذيك هي هذيك هي كسر عطل عندي الله، ولات عنده عامين وولدت لي واحد البنية، يلاه 3 شهور سمحت لي فيها. 7 شهور وسمحت فيها هكاك؟ لا 3 شهور. 3 شهور سمحت فيها، 3 شهور ومشات. سمحت لي في الولد والبنت. المهم ولد عنده عامين والبنت 7 شهور خلاته لي ومشات، وانا كنت راك الساعة خارجة معايا. هي هذيك ما هبطت تعرف خدمة وهادي هي هذيك هبطت. المهم ولادي هما الأولوية، علينا هبطت وطيت هبطت للمغرب، قلت لها شنو هادشي مالي هادي، قالت لي لا وانا هادي وانا ماشي مربية ديالك وانت كضحك عليا وكذا. قلت لها شنو كنضحك عليك انا سيدك، كتقولي لنا وكتقولي لي ميمكنش انت هادي تجي 3 سنين وكتقول لي انا عندي بنايا وعندي كاري وعندي ولادي وعندي هادي، ورغم انا مكنتش دابا قال ولادي كدافع على هادي هي فهمتيني، قلت نخلي الولاد مع نخلي الولاد ديك الساعة نطلعها اليوم نسيب الولاد. ما عليناش، سمعت لي من بغيت نهضر معاها، كنهضر انا كنت هي هذيك المهم نسابك شوي، المهم نهضر انا كنت طابل انا وياها هكايا، قالت لي ادخلي لا وراك شات، المهم انا ولاد ديالك ما بقاش قاد عليهم وانا ما بقاش قاد عليا بها غير مصلحه فهمتي. قالت لي ولاد ديالك على ماشي ولاد هما. كاين هاد البشر اخي، كاين البشر كاينه ماشي، انا عشت هاد الشيء هذا، كاين البشر اللي قلبه قاص
دابا انا وليت هذيك البنية من 3 شهور هكايا، دابا الوالدة مسكينة كبيرة وكبيرة والله، والرغم مسكينة بقات كتربي ليا. هو دابا أهم مشكل، أنا ما عنديش عائلة، فهمتيني؟ العائلة ديالي أنا ما عنديش، حيت أنا الوالدة ديالي غير مربينا شي ناس، فهمتيني؟ ما عندناش العائلة باش نقول لك عندي خير الله، خواتي، عندك شفت الله، خواتي خير ما خير الله، عندناش، خير أنا الله. الوالدة شفتي ما عنديش اخواتي، ما عنديش. انا مني ولد الوالد ديالي، انا والد ديالي مات في العسكر، انا في المغرب بنيت، مسكين الله يرحمه. ديك ما ليناش اخاي. الوالده بقات مسكينه كتقاتل مع الوالدات، واخا كبيره، ما خو كبيره يعني. وانا هي كتقول لي صافي سير تخدم وهادي، وراه تخرج الخدمه. قلت انا ما والو، ولادي هما كلش بقات عليا، تقنات لي وليت مرة عاد نخدم، هي مرض لي الطفله الصغيره، مرضت ليا باش قلت لك باش مات، مرضت ليا واحد المرة خايبة، ما نقول ما تبغيش عدوك. شكون هي هذه اللي مرضت؟ لعبت البنية لعبت 3 شهور، قال لك من عطيوها ثلاث غير شهور مسكينة. هو هو فتح راه كي راه الحليب مسكينة هو باقا كترضاع، ما وخصها وافقهاش امها وخصها الحليب و... الحليب ما وافقهاش، فهمتي؟ ما يوافقهاش خصها. الحليب ما وافقهاش. ما علينا، شاد من حد الكلينيك وهذه مقالة صغيرة، والروم المهم الروم هو يهبط هذيك الساعة، هي هبطت تقول لك شي 15 يوم تقريبا هكاك توفات هذيك البنية. هو تتصور من هي توفات، ونقول لك تقريبا انت كتوفات، ونبغى اجي تشوفها يعني بنتها توفات، هي ما جاتش تشوفها. ما جاتش. يعني دابا هاد السيدة هادي انت مطلقها؟ لا كنت دابا انا عيط طلقتها، كنا مازال هناك الساعة، مازال الله باقا مجوج بها، باقا عاد الدمة ديالي، مازال في الدمة ديالي، فهمتي؟ ما زي الله طلقتها دابا، هذه تقريبا جايه لواحد 8 شهور هكاك، يعني فهمتي؟ هذه من الاخر، هذه كتدخل على الاوراق وصافي كان دخل عزوة مصلحة، على الوراق. فهمتي؟ ودابا ما كاين هذه اللي باغي يدير لها التيست، وقتاش خطبتيها؟ باقي شنو؟ هاد السيدة هادي وقفت معايا، وقفت معايا في شي ظروف، فهمتيني؟ كتخدم فوق نيطة، وقفت معايا في شي ظروف، وقفت مع يما، فهمتيني؟ في شي ظروف زعما، شنو نقولك انا؟ ما المهم انا بيني واحد العلاقة يعني، كنقول لك انا بيك وكذا وهادي، فهمتيني؟ ولكن دابا انت وخايف اللي داز عليك، يعني. اللي داز عليك ما خلاكش تثق. شو انا من الاخر نقولك صراحة، انا ما كنبغيهاش، نقولك صراحة ما كان بيها ما والو. انا يا الا كان المهم هادشي المعاناة اللي دارت معايا وقفت معايا يعني، المهم واحد المهم وقفت معايا شي ظروف، ما نقولكش يعني صراحة ربي بالرجولة يعني، هي بالناس، المهم هادشي اللي بيناتهم المهم هي. ما عليناش، المهم وقفات معك، يعني لقيتيها في شي مواقف هذا، لقيتيها ياك؟ الو. فهمتيني؟ لقيتيها. المهم هي هذيك اخي، دابا وقفات انا معك. مشيت نجرب نشوف واش خيتي كاينه ولا ما كايناش، حيت كنشوف انا يا بابا. واخا عطيني النمره ديالها. دابا انت ما كتبغيها ما والو. ما كنبغيها ما والو الصراحه، نقولك ما قدرش. المهم انا حيت هاد البنت هادي اللي تزوجت يعني في الاول، يعني دوزنا علاقه يعني واحد العامين، أيه فهمتيني؟ ما بقاش كنامن بالحب. دابا انت هادي ما كتبغيها ما والو، وخا وقفت معاك. وقفت معايا وانا ما بغيتش نتسرع، انا بغيها صراحه يعني. هي تقريبا دوزت هاكا معايا واخا، شي 7 شهور تقريبا بحال هكا، والاولى اللي كتبغي على الوراق كنتي كتحماق عليها من الاخر. هذه هي المشكلة اللي كيبغيك انت ما كتبغيش، هذا هو المشكل اللي عندنا حنايا. واخا عطينا النمرة ديالها، زيرو قيد. يلا كان معايا واحد الطريقة خايفة. يلا، هذا هو المشكل اللي كنطيحو فيه. الانسان اللي كيوقف معانا وكنتمنى صراحه، كنتمنى تكون السيده هذه اللي غنجربوها تكون واقفه معاك بالنيه ديالها، ما تكونش حتى هي على الطمع صراحه. بالرغم اللي كنهضر معاك يعني، انا يلا عندي 32 سنه، ماشي شي واحد كبير، ولكن هذه السيده اللي نعطيك انايا راجعه تقريبا 37. ماشي مشكل السن صاحبي، راه اللي باقي عنده السن مشكل، راه كيبان لي كيفكر بشي حاجه اخرى، ما كيفكرش بعقله. لا يعني كيبقى ارقام، السن فهمتي؟ ماشي ماشي مشكله صاحبي، راه شوف اللي وقف معاك صاحبي، راه ديها اقل منك ب 18 عام و20 عام و24 سنه، والزين وكتحمق، ولكن في المواقف تسمح فيك صاحبي.
وراه هذه هو اللي وقع لي ثاني كذلك، تبعت الزينه تبعت الصغار يعني ايوا احنا فيها، لان ما شوف البنت مي كديها زينه ما كتبقاش عيني لك بوحدك، كتولي لكل شيء صافي. اكيد يلا دي هذه حلقه في ودنك، يعطينا الرقم ديالها زيرو قيد 07 زيرو سبعة زيد زيد زيد. هذه آخر مرة تلاقيت معها وقتاش؟ هذه آخر مرة تلاقيت معها يعني مش آخر مرة تلاقيت معها تقريبا جيل عام. هذه اللي عاد جربها دابا؟ ايه كان وقت معايا شي شغل اللي وقت معايا، قلت لك هي كانت مقابله يعني مع يما بنتي مع بنتي ومن حق رمضان. حتى انا جيت، حتى انا جيت هي مشات راه دارهم وانا جيت، فهمتيني جيت تقريبا واحد، يعني انت كنت في السويد وهي مقابله وليداتك مع الوالده ديالك في الدار. ايه قلت لها انا صافي غير سيري لداركم وانا راه جيت تما نعاوني. ما دابا انا حاليا انا اللي كنراعي البنت دابا، فهمتيني انا اللي كنراعيها دابا البنت عندها، دابا جات عندها دابا عندها تقريبا المهم شي 10 شهور تقريبا من دابا. يلا واخا نجربوها. اخر مره هضرتي معاها سمي شنو سميتها؟ فاطمه.